لكن في النهاية الملاحظ بأنه الضربات الكبرى الآن والقوية بدأت قوات الدعم السريع في تلقيها بالآونة الأخيرة وبالتحديد في العاصمة الخرطوم، وهي الأهم الأجهزة السيادية للدولة تتواجد في العاصمة الخرطوم. لذلك هناك حرص شديد للغاية من قبل الجيش السوداني على فرض نفوذه وسيطرته على العاصمة. كان هناك ضباط تابعين للجيش يعملون في قوات الدعم السريع. بعد حالة التمرد تلك تم استدعائهم من قبل الفريق البرهان، وعلى الفور أعلنوا انشقاقهم من قوات الدعم السريع وعادوا مرة أخرى لقوات الجيش السوداني. هذه الأمور تؤثر أيضا فيما يتعلق بالجانب المعنوي لقوات الدعم السريع. طيب دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة التالية التي لدينا. أمام حضراتكم الشباب في السودان ذهبوا للمعسكرات من أجل تلقي التدريبات، من أجل أن يتم دمجهم مع القوات السودانية التي تحارب في هذه المعارك، وهو ما يعني بأن هناك هبة شعبية قوية داعمة وبحق الآن لقوات الجيش السوداني. الآن الشباب